إلى الأراضي المقدسة، حيث وقف صباح اليوم الحجيج الدين كغيرهم من حجاج دول العالم الإسلامي بجبل الرحمة بعرفة، حيث ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الزميل علي فاضل قدركي وفينا بهذا التقرير من عرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مشهد يجسد الإسلام الحقيقي. اليوم يوم الرحمة، يوم المغفرة، يوم عرف الركن الأعظم والنسك الأهم من مناسك الحج، بل هو الحج مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إن لله أياما ذات فضل وفضيلة، ولكن يبقى يوم عرفة هو أعظم تلك الأيام وأعلاها شرفا، فهو يوم سارع فيه المسلمون جميعا للفوز بالمغفرة والرحمة، وهو ما يعكسه هذا المشهد المهيب. الحجاج التشاديون كبقية حجاج العالم تقاطروا منذ الصباح الباكر إلى هذا المكان الطاهر ليشكلوا وردة إيمانية تجسد وحدة الأمة الإسلامية، ولسان حالهم يحكي ذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد هنا تذوب الأعراق والألوان والمناصب، لا فرق بين حاكم ومحكوم، الكل سواسية أمام الله. يوم عرفة رسم في الماضي أساس كمال الدين، ويرسم في الحاضر أساس الوحدة الإسلامية.